تواصل مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز انحيازها الواضح إلى حكومة الصخيرات برئاسة السراج والميليشيات المسلحة المتواجدة في طرابلس، وتتغافل عن الدور التخريبي والسلبي الذي تمارسه تركيا والميليشيات في مدن المنطقة الغربية وخاصة في العاصمة طرابلس المحتلة. وزعمت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة أن طرابلس تتمتع بقدر من الأمن المتزايد، مدعية أن أهالي طرابلس يعيشون تحسنا في الآفاق الاقتصادي والمضي قدما في إنجاز المسار السياسي. وتغافلت ويليامز المعاناة التي يعيشها أهالي طرابلس تحت حكم الميليشيات والاعتمادات المالية لقادة الميليشيات المسلحة المسيطرة عليها، فضلا عن تعاقد سبل حل الأزمة السياسية في ليبيا بسبب انحيازها الكامل لحكومة الصخيرات. كما تجاهلت ويليامز واقعة نقل المرتزقة الأجانب المتطرفين من سوريا واليمن عبر تركيا إلى ليبيا، فضلا عن تغاضيها عن الجنود الأتراك والمرتزقة الذين يدعمون ميليشيات حكومة الصخيرات في ضواحي طرابلس. ويليامز أغمضت أعينها ولم تتحدث بقريب أو بعيد عن الدعم العسكري التركي الواضح للميليشيات وانتهاك أنقرة لقرار حظر التسليح على ليبيا، فضلا عن تبريرها للسلوك التركي الداعم للميليشيات بالمدرعات والأسلحة، وهو ما يدينها حيث أن الواجب عليها إدانة ومواجهة التحرك التركي لدعم الميليشيات الإرهابية والإجرامية في طرابلس. كما أغفلت أيضا ويليامز الحديث عن أموال الليبيين التي ينفقها مصرف ليبيا المركزي في السوق السوداء لقتل الشعب الليبي وجلب السلاح والمرتزقة من تركيا. فأين هو الأمن والأمان التي تتحدث عنه ويليامز؟ هل طرابلس آمن بوجود مستعمر تركي طبق عليها حكم العسكر بإنشاء قواعد عسكرية تركية فيها، أم بوجود مرتزقة سوريون تشرف على إقامتهم وراحتهم حكومة باعت شرف بلادها، أم على ميليشيات إرهابية تتناحر ليلا نهارا ونحاسهم دخل صدور المواطنين في بيوتهم؟ لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.